صباح النور من جديد مشاهدينا. صباح النور من جديد صباح طوني. النور روية. يعني كنا قد وعدنا المشاهدين بالحديث عن موضوع أكاديمي يهم كل فئات الشباب والناس. صحيح. فتختلف مشاهدينا مقاربة مهن المستقبل مع طرق التعليم في العالم العربي، إن كان في المدارس أو الجامعات أو حتى في المعاهد المهنية. صحيح روية، ما هي الطرق والخطوات؟ نستقبل معنا الطبيب والباحث الأستاذ المحاضر في الجامعة الأمريكية في بيروت فؤاد فؤاد ضمن فقرة أكاديميا. صباح الخير. صباح النور. يعني في الأسبوع الماضي حضرتك حددت المهن التي ستغزو المستقبل. أتذكر أنها كانت ثلاثة محاور: الكمبيوتر، البيئة والصحة. صح، هل هناك توجيه فعلي في معاهدنا العربية لهذه المهن؟ في الحقيقة لسه، يعني ما زال الأمر أقل من المطلوب في سوق العمل. المعاهد التعليمية سواء بالمدارس أو المرحلة الجامعية أو حتى التعليم المهني ما زال ينظر للأمر بصورة إلى حد كبير تقليدية. والحقيقة يمكن هناك تفاوتات بالمنطقة العربية بين دولة وأخرى، وفي ظروف مختلفة بين الدول العربية، لكن على العموم ما زالت طبيعة التعليم وطرائق التعليم والتحضير للمستقبل أو مهن المستقبل ما زال أقل من المطلوب، وخاصة الحقيقة في التعليم المهني. يعني ما زال التعليم المهني خارج تماما المنظومة الاجتماعية كتعليم مطلوب لمهن مطلوبة في المستقبل. طيب دكتور، يعني أغلب التقارير الدولية تنصح بضرورة الاستثمار بالتعليم في الأطفال منذ الصغر، يعني بالمراحل الأساسية، لأن ذلك ينعكس على الاختيارات بالمهن وأيضا على البطالة وبالتالي العمل. ما أهمية استثمارنا نحن كدول عربية في ذلك، وهل ذلك يندرج ضمن سياساتنا التعليمية؟ بدي أضيف لهذا التقرير اللي هو بيتعلق بالاستثمار التعليمي في الأطفال، والاستثمار الحقيقة في التوجيه عند الأهالي. يعني ما زال العملية التعليمية عملية مزدوجة، يعني تتم في المدارس لكن أيضا تتم في المؤسسات العائلية والأسرية والمجتمع المحيط، اللي هو الحقيقة بيفرض بشكل أو بآخر إطار ما لعملية ما هي المهن المقبولة اجتماعيا. التعليم في الأطفال مهم لأنه بيفتح إلى آفاق جديدة. على الأقل هو التعليم اللي لازم يكون تعليم بيعتمد على الابتكار. نعم. تعليم بيبتعد عن التلقين، تعليم بيبتعد عن النقد، بيعتمد على النقد، على المحاكمة العقلية، على المحاججة. هذا الأمر بيخلي التفكير الطفل وفي لاحقا الشباب بيعتمد على أنه المسألة التعليمية هي مسألة متداولة، وإنما ليست مسألة تحدث ملقنة من طرف إلى آخر. وهذا الأمر بشكل أساسي مهم للمرحلة ما قبل الجامعية. هذا بالنسبة للأطفال. بالنسبة للنساء دكتور فؤاد، هل هناك فروقات جندرية اليوم في توجيه المهني، في توجيه النساء مهنيا؟ في شيء بهذا الجانب حقيقة حتى يكاد يكون مؤلم. يعني ما زال الاستثمار في التعليم عند النساء أو عند الفتيات بشكل أساسي أقل بكثير من المطلوب. نعم. ما زال هناك نظرة نمطية للتعليم، أن تكون كنا معلمات، كنا يعني بمهن محدودة جدا في مقارنة بالمقارنة مع ما هو مطلوب في سوق العمل وما هو المطلوب في الاستثمار في النساء. انطلاقا من ماذا أولا؟ من القدرة الجسمانية يعني؟ الحقيقة يعني من الواضح أنه ما في سبب يعني فيزيولوجي بيولوجي جسماني بيخلي أن هناك مهن أنثوية ومهن ذكورية، خاصة أنه التطور اللي عم يحدث في موضوع التقنيات والتكنولوجيا بيخلي كثير من المهن لم تعد تحتاج إلى عضلات، يعني بما فيهم مهن البناء. يعني أقل فأقل فأقل نحتاج إلى العضلات بتوفر كل هذه الآليات المختلفة اللي بتعود على هذا المهن.
حقيقة حتى في مهن ما بتحتاج على الإطلاق لهذا الموضوع الفيزيائي أو الجسماني اللي هو التكنولوجيا، تكنولوجيا المعلومات والاستثمار في الكثير من الابتكار، تحتاج ابتكار شديد بهذا الجانب. طيب دكتور، يعني لا يخفى على أحد بأنه في عالمنا العربي نحن في أزمة تعليمية لا ترتبط فقط بأنظمة التعليم البالية إلى حد ما، بل بالحروب والأزمات السياسية الحاصلة. يعني ملايين الأطفال إن كان بسوريا أو حتى باليمن والسودان حرموا من التعليم بمراحله الأساسية. ماذا يتطلب ذلك؟ هل يتطلب يعني تأهب من الحكومات العربية لتدارك هذا الموضوع؟ الحقيقة راح يؤثر على مستقبلنا. بالضبط، هذا يعتبر يعني إذا بدك هذا واحدة من الكوارث الكبرى التي نشهدها في المستقبل القريب. لما عم نحكي على جيل ضائع بالكامل، يعني بتقرير يونسكو اللي حكوا على لوس جينيريشن، على جيل بالكامل في سوريا انحرم من التعليم، يعني عم نحكي على ارقام كثير كبيره في المنطقه، في اليمن، في ليبيا، في السودان، في العراق، هناك ارقام هائله من الاطفال اللي لم يلتحقوا بتعليم بالمطلق، ما بالك بتعليم نوعي، ما بالك بتعليم بحضر للمستقبل. الحقيقه هذا سبب كافي لتتوقف الحروب عن الحدوث. الاستبعاد هذا المزعج الحقيقة والمؤلم في موضوع التعليم عند الأطفال رح يؤدي، رح نشوفه بالمستقبل بعد 20 سنة، هذا الجيل هو جيل غير متعلم، وبالتالي نحن قدام مشكلة كبيرة في المستقبل في موضوع التنمية. نعم، يعني راوية تذهب إلى الأطفال وأنا أعود إلى النساء. من الفروقات الجندرية في التوجيه المهني أيضا، هل تعتبر أن هناك قلة إيمان بقدرة المرأة على مزاولة مهن تستوجب صنع قرار؟ يعني في شقين، اجتماعي سلاش سياسي وشق تعليمي. نعم. الاجتماعي والسياسي اللي هو بيبحث كيف فعلا ينظر بدور المرأة في المجتمع، إن كان هناك دور حقيقي سيتم استثمار في التعليم بشكل أساسي، لتعليم اللي بيحط الجنسين على قدم المساواة، وبالتالي بحضر الجنسين لفرص بالمستقبل، أن لا يكون هناك فصل بطبيعة المهن والتعليم. يعني ما زلنا نشهد في بعض الدول العربية ما يسمى تعليم نسوي، يعني تعليم فنون الطبخ، تعليم فنون الأزياء، تعليم فنون الخياطة، ما زال هذا النمط الغريب موجود، وبيفرز النساء الطالبات إلى مهن بتحضروا إلى ما قبل يعني دخول إلى سوق العمل. الحقيقة هذا الإشكال الكبير وراء وضع اجتماعي سياسي أدى لهي النتيجة، وليس فقط التعليم بحد ذاته. نظام أبوي تقصد؟ يعني نظام أبوي، نظام في سيطرة، أم نشهد دائما نظام استبعاد، نظام بيعطي دور أقل للمرأة، نظام بيعطي دور أقل للمشاركة فعلية بالكامل اجتماعيا. يعني هذا النمط من استبعاد المشاركة هو تماما بهذا النمط السياسي، استبعاد مشاركة الناس كاملة. استبعاد مشاركة الناس، وهكذا تبدأ الأمر في الحلقات الأضعف. يعني في استبعاد لمشاركة المواطنون بشكل أساسي، ثم بهذا التركيبة في استبعاد مشاركة النساء، الأطفال بيكونوا الحلقة الأضعف، وهكذا. نعم. يعني العملية الأقوى اللي بيسيطر دائما على المقدرة للأسف. طيب هذه المنظومة التعليمية، الكان من حيث جودة التعليم أو من حيث الجندرة بالتوظيف، إلى من تحتاج لإصلاحها؟ هل فقط للحكومات أم أن هنالك يجب أن يكون تضافر بالجهود مع المؤسسات الأهلية، القطاع الخاص، اللي هؤلاء الشباب أو الأطفال رح يكونوا جزء منه في المستقبل؟ يعني الحقيقة اللي قلتيه كله، المؤسسات التعليمية لها دور أساسي، لكن المؤسسات التعليمية هي بتعكس فعلا الوضع الاجتماعي القائم، اللي هو بيعكس أحيانا الوضع السياسي القائم، الوضع الدولي أحيانا القائم. يعني حلقة متكاملة، يعني حلقة متكاملة. ما زلنا نشكو من أن هناك بعض المؤسسات التربوية، المؤسسات الدينية التي تستبعد، يعني تقوم على هذه الفوارق. إذن هناك يعني سيكون عمل جماعي، وهذا العمل الجماعي حتى ضمن الإطار الدولي اللي عم نشوف فيه أيضا استبعاد إلى يعني فئات وجماعات. دكتور فؤاد، ما الذي يأتي أولا في التوجيه المهني، رغبات ومواهب الأشخاص، التلاميذ، أم سوق العمل؟
حقيقة سوق العمل والتطلع إلى بالمستقبل مهم كتير، لكن السؤال أي سوق عمل؟ يعني ما زال في المنطقة العربية المهن الأكثر مطلوبة هي مهن الخدمات، يعني الأعمال الفندقية، المطاعم، الأعمال الخدمية. هذا الأمر ليس بأن سوق العمل يطلب ذلك، لكن بسبب غياب الاستثمار في الابتكار، يعني استثمار في تكنولوجيا المعلومات، الاستثمار في الإبداع، الاستثمار في الأبحاث. يعني حاليا في العالم العمل البحثي يعتبر مهنة مطلوبة بشكل كتير كبير، بالمنطقة غائب تماما، يعني لا يوجد عندنا مؤسسات أبحاث، ولا يعتمد التعليم الجامعي الأساسي على إنتاج بحث علمي. هذا بالكامل مستبعد في المنطقة العربية في مقابل رواج هائل حاليا في بقية أنحاء العالم. بس طبعا لابد أن يعني يتطابق مع رغبات وطموحات هؤلاء الطلبة. الحقيقة الطموحات والرغبات أحيانا تعكس مرة أخرى الوضع الاجتماعي الثقافي المهني. يعني لما بيكون أنا عندي رغبة أن أكون مبتكر بحق ما ولا أجد سوق للعمل في هذا، إما علي الهجرة أو أن أغير المهنة. هذا الذي يبرر ارتفاع نسبة هجرة الأدمغة خاصة المبتكرة إلى الدول الغربية. والشباب نحن نرى يعني هجرة هائلة بالشباب بسبب الحروب أولا، يعني هذا شيء أساسي، لكن أيضا بسبب فقدان فرص العمل. البطالة. إذن الطبيب والباحث والأستاذ المحاضر في الجامعة الأمريكية فؤاد، شكرا جزيلا لك على تنوير الشباب. طبعا. شكرا لك.